الدرس واحد تربية إسلامية المستوى السنة الأولى من التعليم الأساسي نوع الدرس هدي قرآني اسم الدرس (الفاتحة) أهلاً بكم أصدقائي، لا شك أنكم شارعتم في تعلم القرآن الكريم بالمدرسة لذلك نلتقي اليوم لنتعلم سورة الفاتحة مع صديقتنا الصغيرة لمياء، فهيا نتابع الحكاية لنستكشف المعاني ونستخلص العبرة. تهيئة، سمعت لمياء أباها يتلو آيات من القرآن الكريم فتأثرت وقالت: لقد أخبرتنا المعلمة أننا سندرس سورة الفاتحة فهل علمتني إياها يا أبي؟ طبعا يا بنيتي هيا رددي معي يتلو بتأن ووضوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جميل ما قرات يا ابي لكني لم افهم هذا الكلام حسنا يا بنيتي هذه السوره اسمها الفاتحه لانها اول سوره يبدا بها المصحف واول ما نتلوه من الكتاب العزيز واول ما يفتتح به المسلم صلاته رائع اذا لا بد ان لهذه السوره فوائد كثيره لما نقراها احسنت يا بنيتي هي سوره عظيمه في معانيها وثوابها المعاني الايه واحد تبدا السوره بحمد الله وشكره على نعمه الكثيره الايه اثنان هو الرحمن الرحيم اي وسعت رحمته كل شيء الايه ثلاثه وهو الذي بيده ميقات يوم القيامه الآية أربعة: الإنسان يخصّ الله وحده بالعبادة وطلب العون والمساعدة، نطلب من الله أن يدلّنا إلى عمل الخير، ويرشدنا إلى الأعمال الصالحة. الآية خمسة: التي يرضى بها علينا. الآيتان ستة وسبعة: نلتمس من الله أن يجعلنا من الصالحين. الذين رضي عنهم واسبغ نعمه عليهم وان يبعد عنا الاشرار الحفظ نشاط واحد سمعت الام ما يدور من حوار بين لمياء وابيها فاعدت بطاقات كتبت فيها ايات سوره الفاتحه بخط واضح ثم قالت لابنتها خذي هذه البطاقات الملونه سنقراها معا ونعيد ترتيبها كما في السوره تماما هكذا تناولت البنت من امها البطاقات ووضعتها امامها على المكتب دنا منها ابوها وقال فكره حسنه ساقرا لك الايات واحده واحده وانت رتبيها هيا لنبدا اهدنا الصراط المستقيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين انعمت عليهم اخذت البنت تنظر الى السوره حينا ثم تقلب النظر في البطاقات حينا اخر فهمت الام مقصد البنت فقالت لها وهي تشير الى بدايه السوره انظري الى الكتابه كيف تكتب الايه الاولى بها اربع كلمات هل وجدت البطاقه التي تشبهها قلبت البنت النظر مرات عديده وهي تتفرَّسُ في البطاقات والصورة مرَّاتٍ وتكرارًا ثمَّ صاحتْ: «وجدتُها! نعم، تشبهُها! إنّها البطاقةُ البرتقاليَّة، اقرأيها لي يا أمِّي لو سمحتِ! طبعًا، هيا قولي معي، الحمدُ لله ربِّ العالمين، الحمدُ لله ربِّ العالمين، هتفَ الأبُ قائلًا: رائع، أحسنتِ يا ابنتي! هيا لنجد بقية الآيات. وهكذا أخذت لمياء تكتشف السورة آية آية، حتى توصلت لترتيب كل البطاقات، هكذا: (بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعيد أصدقائي قراءة الآيات عدة مرات مع لمياء النشاط اثنان قدم الأب للمياء أقراصاً كتب عليها أرقاماً مشوشة من واحد إلى سبعة وقال لها الآن ضعي الرقم المناسب أمام كل آية أجابت البنت ببراءة لم أفهم يا أبي اقرأ الآية الأولى الحمد لله رب العالمين حسنا هذه هي الآية رقم واحد ابحثي عن الرقم واحد وضعيه أمام البطاقة الأولى لعبة مسلية أليس كذلك؟ آه فهمت يا أبي دعني أكمل اللعبة وحدي سأنجح ابتسم الوالدان وهما يراقبان لمياء وهي تنتقل بين الأرقام تارة والجمل تارة أخرى حتى أنهت العمل بنجاح والآن حان دوركم أصدقائي هيا نوصل الأرقام بالآيات المناسبة واحد ستة خمسة اثنان سبعة أربعة ثلاثة أحسنتم، هذا هو الحل. واحد، الحمد لله رب العالمين. اثنان، الرحمن الرحيم. ثلاثة، مالك يوم الدين. أربعة، إياك نعبد وإياك نستعين. خمسة، اهدنا الصراط المستقيم. ستة، صراط الذين أنعمت عليهم. سبعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد أن حفظت لمياء السورة وسمعتها لوالديها، أراد الأب أن يتأكد من حفظ ابنته، فعمد إلى السورة وغطى بعض الآيات وقدمها لابنته قائلاً: "هل لكِ أن تقرأي علينا ما كتب في هذه اللوحة؟" تأملت البنت اللوحة وقالت: "هناك آيات مغطاة لا يمكن أن أراها. نعم عليك ان تعرفيها اقرا صديقي كامل السوره هل عرفت كل الايات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم ولا الضالين. ابحث مع عن الآيات الناقصة في سورة الفاتحة. ما رأيك الآن؟ هل حفظت كل السورة؟ إن لا، فها هي أمامك، أعد قراءتها مع أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اطبع سورة الفاتحة، والصقها في كراسك، ولا تنس أن تتذكرها دائما، وتقرأها قبل النوم، وفي الصباح عندما تستيقظ. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين